ومعنا للحديث عن تهديد الأمن الدوائي في العراق وعمليات التخريب المتواصلة والفلتان في المعابر الحدودية، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. على أي أساس تعطى للميليشيات هذه السلطات بالسيطرة على المعابر الحدودية والتحكم بها؟ تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الأكارم. أخي الفاضل، من المفهوم السياسي للدولة هو هيمنة المركز على كل المنافذ والمعابر، دون ذلك تفقد الدولة صفتها السياسية، أي لا توجد دولة في العراق بهذا المعنى الواقع الموجود الذي تمارسه الميليشيات في سيطرتها ونفوذها على المعابر والمنافذ الحدودية في العراق، وقسم منها تابع أيضا لإقليم كردستان. بهذا يرتقي العراق خارج مفهوم الدولة، ويخضع أيضا لمصالح إيران بالدرجة الأولى من نفوذها، لأن إيران لها أجندتها الخاصة في هيمنة ميليشياتها على المنافذ، منها الهيمنة السياسية والاقتصادية والأمنية على العراق، وأيضا الهيمنة على طريق سوريا إلى سوريا وإلى السيطرة على سوريا وخلالها إلى البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى مد ذراع تقوية ذراع. عبد الله، يعني هذا المعنى. عمليات التخريب يعني أخذت عدة مناحي وعدة مجالات، لعل الأخطر منها موضوع تهريب الأدوية من وإلى العراق. ما الذي يمنع السلطات الحكومية في العراق من إجراء تقييم موقف دوري للمنافذ الحدودية، وخاصة هذه التسريبات والمعلومات والأخبار بالشواهد والأدلة عن عمليات تهريب كبيرة للأدوية، وخاصة هذا الموضوع موضوع متعلق بصحة الإنسان العراقي؟ النظام السياسي في العراق هو الذي يمنع أي سلطة مركزية في العراق من التحكم في هذا الملف، لأن السلطة يهيمن عليها الميليشيات، والميليشيات هي صاحبة المصلحة في الهيمنة على هذا الملف الهام، لأنه تحقق بأكثر من غاية، غاية منها الموارد المالية، وأيضا الغاية الأخرى والأهم الذي تهم إيران وتهم أمريكا هو إلغاء صحة المواطن العراقي وجعل المواطن العراقي يعيش في قلق. ونحن نعرف أنه النظام الصحي دائما يتعلق بكثير من الجوانب الأخرى في المجتمع، وتأكيدا عدم نهوضه، تأكيد عدم قلقه الدائم على صحته وصحة أبنائه وصحة يعني رب العائلة، لما يكون وضع الصحي لعائلته متدهور بالتأكيد لا يستطيع الاستقرار ولا يستطيع التفكير ولا يفكر بالمشاكل الأخرى التي يقيمها النظام السياسي. نتساءل هنا أستاذ عبد الله عن دور وزارة الصحة في هذا النقص الكبير والحاصل في الأدوية في العراق، كيف تترك المواطنين العراقيين المحتاجين إلى أدوية عاجلة ومن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من نقص كبير لا يجدون الدواء حين يحتاجونه ويلجؤون إلى الدواء المهرب المخشوش أو المنتهي الصلاحية؟ أين دور وزارة الصحة؟ منظومة الفساد تهتم دائما بوزارة الصحة، لأنه منظومة الفساد تعتبر أن وزارة الصحة هي المصدر الأكبر لفسادها ومواردها المالية، فبالتالي ترى الكتل الكبيرة تتصارع فيما بينها حول هذه الوزارة، فلا يهمهم وليس لديهم مشروع وطني أو اهتمام بالفرد العراقي أو صحته عكس باقي دول العالم. فبالتالي هو صراع ما بين الصدر والمالك دائما على هذه الوزارة، ووزارة الصحة معروفة بمسلسل الجرائم التي فيها ومسألة الفساد، فمسألة الفساد في وزارة الصحة كبيرة جدا، وهي مسألة الفساد المنظومة بأجمعها تركز هذا الجانب على الجانب الصحي، لأنه مصدر كبير لهم ومصدر مهم تحقيق أمانيه في إضعاف الشعب العراقي وجعله خاضع لأجندتهم السياسية والاقتصادية. نعم. أستاذ عبد الله، معهد شاتام هاوس يؤكد أن 30% من الأدوية
غير صالحة للاستهلاك البشري، هنا الأدوية المحصورة ضمن وزارة الصحة في العراق. هذا الأمر يعني ما انعكاساته وتداعياته، لا سيما مع هذا الكم الهائل من الكوارث والحرائق وكذلك سوء الأحوال المعيشية، كيف ستثقل كاهل المواطن العراقي؟ كيف ستثقل كاهل المرضى الذين هم بأمس الحاجة إلى الدواء من أجل العلاج؟ المواطن العراقي أو أي مواطن آخر لما يذهب يشتري الدواء، هو هذه آخر حلقة من حلقات الدواء، قبل الدواء يمر بحلقات طويلة ومعقدة وتقنية عالية، وكل هذا لما يصل الدواء يحتاج إلى الخضوع لبروتوكولات عديدة من قوانين صحة الجودة للمستحضر الصيدلاني، وهذه مهمة جدا إلى أن تصل الدواء إلى المواطن. فبالتهريب وبالسوق السوداء كل هذه السلسلة تكون مفقودة، ويصل الدواء بمخاطره الاقتصادية، والأخطر من ذلك هي الانعكاسات الصحية على استخدام دواء مهرب. هذه هي المشكلة الكبرى التي يعاني منها المواطن العراقي. لذلك ترى يعني حالات الموت في العراق غريبة، وحالات الأمراض أيضا غريبة. تجد الشباب بعمر ضغط وسكر، هذا نتيجة استخدام كثير من الأدوية المهربة التي لا تخضع لهذا البرنامج الرقابي العالمي الذي يهتم بصحة الإنسان في كل دول العالم باستثناء العراق. أستاذ عبد الله، أخيرا يعني هذه المشكلة هل لها حلول داخلية داخل العراق، أم ينبغي أن يكون هناك نظم ربما يعني تراقب ما يجري في العراق من كوارث صحية لوضع حدود وإيقاف هذه الكوارث الصحية التي هي مستمرة في العراق وتزداد أعداد من يموتون من جراء هذا الإهمال؟ النظام الصحي في كل العالم له خصوصية وحساسية عالية المستوى، لأنه يهتم بموضوع الإنسان نفسه، ويدخل ضمن في السياسة، يدخل في ضمن العدالة الاجتماعية، ويدخل ضمن أيضا حقوق الإنسان. فبالتالي كل الدول تضع برامج مهمة جدا، حتى أن تخصصاتها المالية السنوية تفوق ما يخصص للتربية والدفاع مشتركا. فبالتالي الاهتمام بصحة المواطن يعتمد على نوع السلطة ونوع الحكومة التي الموجودة. لا توجد سلطة في العراق تهتم بالمواطن، لأي ليس لديها مشروع وطني يخدم المواطن العراقي، فبالتالي لا تهتم بهذا المشروع ولا تستطيع أن تجد برامج صحيحة لمراقبة الدواء أو وصول الدواء بما يكفل القوة الاقتصادية والقوة الشرائية للمواطن العراقي أن يشتري هذا الدواء من مصادره السليمة والصحيحة. وعلى الدولة أن توفر ذلك، وهو من المهمات الأساسية لكل سلطة في العالم أن يكون لها يعني أن يكون التأمين الصحي للمواطن في بلدها، عدا باستثناء العراق في كل العالم. يعني من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.